اول طبق عندي النهارده شيش طاووق بس فته. مقاديري بتقول لو انا عندي، وهنا هنختار وراك مش صدور، لو انا عندي كيلو وراك دجاج مخلي، كيلو وراك دجاج مخلي بدون جلد بدون عظم، حبه طماطم، حبه بصل مبشور، معلقه زعتر مفروم، معلقه ثوم مفروم، ملح فلفل. دي اسمها كده بديهي كده، خلي بال حضراتكم بديهي لما اقول الكلام ده كده واقف عنده يبقى ده عباره عن ايه؟ عباره عن التتبيله. طب نيجي بقى للفته بقى بتاعتنا، عباره عن 5 رغيف شامي او لبناني محمص بالثوم. وهوريكم ازاي بنحمصه بالثوم. وعندي نص لتر بيون دجاج، شوربه فراخ، يكون عندي شوربه فراخ سالق فرخه قبلها بيوم، ومحتار عندي شويه شوربه في البيت كده مش عارف اعمل بيهم ايه، اعمل بيهم كشك ولا اعمل بيهم ايه بالظبط. فالنهارده هنعمل بيهم الفته. وكمان عندي نص كيلو ارز مستوي، نص كيلو ارز مستوي، والكلام ده هنجمله بالجارليك صوص الايه الدايت، جارليك صوص دايت. وسهل جدا جارليك صوص الدايت اللي هنعمله مع بعض النهارده، عباره عن علبه زبادي واثنين معلقه مايونيز ومعلقه ثوم وقليل من الليمون والخل وملح. سجلوا واكتبوا وتعالوا شوفوا معايا هنعمل ايه بالظبط. احنا قلنا قسمنا الموضوع عندنا لتتبيله، وبعد كده بقيت ايه الفته بتاعتنا غير الجارليك صوص. بناخد عندنا التتبيله عباره عن ايه؟ ادي البصل. باخد ايه يا جماعه؟ باخد ميته. ليه ميته يا شيف محمد؟ علشان ما تحرقش معايا في الطاسه. يبقى اخد ميه البصل اهو، شوف يا جماعه اهو ميه البصل عشان ما تحرقش معايا في الطاسه كده اهو زي ما انتم شايفين كده اه، كاني بالظبط بتبل كباب اه كده اه. بعدين اخد معايا طماطمايه مبشوره، وهنا الطماطم براحتي شويه احط فيها علشان هتديني لون وتيست، الطماطم مسكره شويه هتديني لون وتيست. وبعدين واخد عندي ادي كمان توم، معلقه توم اهي مفرومه كده كده. وبعدين ادي عندي ادي زعتر فريش يا ريت يعني، وادي فلفل ابيض يفضل، وبعدين ملح مفيش ابد احط اسمر عادي جدا مفيش مشكله خالص، وادي الملح اهو زي ما انتم شايفين كده ملح اهو، عشان ده هتبل بيه كيلو، فعشان كده بكتره شويه عشان يبقى التست بتاعي عالي. خلي بال حضراتكم في حاجه اسمها تتبيله خفيفه وتتبيله سريعه. تتبيله سريعه اللي انا بكتر عندي كل حاجه، بكتر عندي ميه البصل، بكتر الطماطم، بكتر الزعتر، بكتر الثوم، بكتر الملح، بكتر الفلفل. ليه؟ لانها سريعه، فعايز اللي عندي الوراك تشرب منها بسرعه. لكن لو هعمل الكلام ده وهسيبه عندي في الثلاجه لمده ساعه ساعتين او ثلاثه، او هعمله ثاني يوم، فالمفروض بقلل الملح بتاعي بدي القدر المظبوط، لان عندي انسجه الدجاج بتشرب من الملح، عشان كده دايما في حاجه اسمها تتبيله سريعه وتتبيله بطيئه. بعد كده بقوم جاي واخد عندي وراك الدجاج المخليه اهي زي ما انتم شايفينها كده اهي، وراك الدجاج المخليه سواء بقى حجمها كبير او صغير، اتخلت اهي قدامي اهي زي ما انتم شايفينها كده، باخدها عندي احطها هنا بعد ما اقلب ده كده اه. ادي الثوم مع الطماطم مع ميه البصل مع الزعتر، واخد الكلام ده عندي كده ابدا ايه اه احطه هنا عندي افرده كده عشان التتبيلات كلها تشبع فيه. واكون مجهز عندي طاسه او جريلا، لو عندي جريلا طاسه او جريلا، او يا سلام بقى لو انا عندي فحم وساحب مزاج وعندي شويه فحم صغيره جدا كده، واقف في البلكونه او اقف في الحديقه بتاعتي كده وابدا اشتغل الكلام ده بالفحم، تبقى احلى فته في الدنيا. مع بعض كده نقلب اه خلاص كده. وانا بقلب عندي تتبيلتي يا مدام سماح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا سيف عايزه طريقه الخبيز. يا ست الكل عينيا ليكي، والله طلبت طلب غالي، ربنا يكرمك. ربنا يخليك يا سيف. عينيا يا ست الكل. حاجه ثانيه طريقه الخبيز انا اقول لك عليها مش حاضر ان شاء الله. نقلب كده مع بعضه، والمفروض ان انا اسيب الكلام ده عندي قلنا ايه بتاع يعني على الاقل ربع ساعه نص ساعه لو تتبيله سريعه، تتبيله بطيئه يعني اسيبه عندي في الثلاجه متغطي كده، واحطه عندي في الثلاجه قيمه ساعه ساعتين يفضل قبلها بيوم. واقوم جاي عندي واخد ادي شويه زيت هنا صغيرين، واقوم جاي عندي على الشوايه بتاعتي او على الطاسه واحط فيها شويه زيت كده، وابدا انزل عندي بالكلام ده اشويه اه كده بالراحه جدا اه. بصوا يا جماعه اه ابدا اشوي اه بالشكل ده، اشوي عندي ايه؟ اشوي عندي الوراك اهي المخليه اللي خدت عندي ميه بصل طماطم، ميه بصل طماطم زعتر، وعندي معلقه ثوم كمان، وخدت عندي معلقه ثوم وملح وفلفل. وزي ما انتم شايفين كده ابدا الكلام ده عندي اشويه، ولو عندي شويه كمان هنا كده واخدهم، دي معلقه كريم
احطهم كده فوق الوش، ما اسيبش حاجه من التتبيله كده، دي تديني طعم كويس قوي. قلنا احنا رمينا ميه البصل خدنا ميتها، فما نقلقش خالص. رمينا قصدي تفل البصل خدنا ميته، فما نقلقش خالص من الكلام ده. بدات اريح عندي وريحه الزعتر عندي تظهر عندي اهي. هبدا اجهز عندي العيش، اجيب عندي بلانشة عندي واقطع العيش بتاعي وادخله الفرن. العيش الشامي او اللبناني هو ده المطلوب. عايز تعمل عيش بلدي ماشي، بس يعني هو الطبق ده كده حلو بالعيش اللبناني او الشامي. بناخد الكلام ده كده عندنا اهو كده، وناخد الكلام ده نقطعه كده اهو عندنا اهو بالشكل ده. نبدا نقطع عندنا العيش مكعبات زي دي كده اهو، كبيره شويه اهو. او انت عبيتينا خالص بتاع العيش كده اهو، اريحها خالص اهو كده كده بالشكل ده. وجيب عندك صينيه زي دي كده اهو. عندك حلين، يا تحط فيها حته الزبده كده مع العيش ده وشويه توم وتحمصيه، يا اما تدخلي الفرن عندك يتحمص. وبعد ما تحمص اقول لك تعمل ايه. ادخل الفرن عندي يتحمص كده، وبعد ما تحمص يوصل عندي للون الجميل ده ماشي اهو. اقوم ماسك يا مهندسه امال طاسه زي دي كده. يا امال السلام عليكم. استاذ امال. ايوه اهلا بيك، اتفضلي. اهلا بيك، اتفضلي. لو سمحت عايز اعرف طريقه البيتزا. البيتزا حاضر عينيا، نقول لك على البيتزا حاضر. عندنا ليك حاجه تانية. بنشكرك جدا يا استاذ الكل. اخد قطعه زبده كده في حدود معلقه ماشي، معاها التوم بتاعي اهو. ركزوا معايا كويس قوي اه، يعني انا ما حطيتش التوم فين؟ في قلب ايه؟ ركزوا معايا قوي، في قلب العيش. هاخده هنا كده مع التومه كده اهو اهو كده، اقلب واقوم جاي العيش بتاعي. اول ما احس عندي ريحه التوم بدات تطلع واحسها كده قبل ما اتحمر معايا، اقوم حاطط العيش كده معايا وابدا اقلب. العيش بتاعي خد ايه؟ خد ريحه التوم بايه؟ بزبده. الله الله على الريحه، جميله جدا. بس حافظ قوي ان الكلام ده ما يتحرقش مني. انا كمان جعت يا مجدي. الله يخليك يا حبيبي. ماشي، وقوم جاي اه كده، ادي الشيش طاووق بتاعي قطعة اهي شويتها وراك اهي زي ما انتم شايفين كده فتت الشيش طاووق. يا ام عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الرحمن اهلا بيك، اهلا بيك يا ست الكل. معلش عندي سؤال لحضرتك بس. اتفضل يا ست الكل. عايزه اعرف العيش الصاج بس بيتعمل ازاي. العيش ايه؟ العيش الصاج. الصاج؟ اه العيش الصاج، مش كده سمعت صح انا؟ اه صح صح. عينيا يا ست الكل، هقول لك عليه هقول لك عليه، بس انت هتعرفي تعمليه وبحلو جدا لو عرفت تعمليه. عينيا حاضر. ادي العيش عندي اهو ماشي. ابدا اجيب عندي رز ابيض بتاع فته اللي احنا عارفينه، اللي هو نص كيلو رز بياخد نص لتر ميه، بس انا بحب اديله ورق لورا وحبان. وعلمناكم ازاي قبل كده تطلعوا رز من غير ما يتحرق منكم، تبقى القعريه تحت زي فوق بالظبط. نشوف الرز بتاعنا كده اهو، نقلب كده من تحت، شوف كده في ايه من تحت كده، طلع كده من تحت اه. ادي بص يا جماعه الرز بتاعنا بيطلع كده ليه؟ ليه؟ في سنه اولى مطبخ بنقول الكلام ده، بنقول ازاي الرز بتاعي يطلع حبايه حبايه مش معجنه، مش يعني حبايه حبايه ايه؟ يعني كل حبايه محتفظه بشكلها كده، مش معجنه وفي نفس الوقت ما تلاقيش حبايه مستويه وحبايه نيه. الرز بتاعنا دايما بيطلع كده من غير ما نقلبه، قلنا الكلام ده 100 مره. وتابعونا دايما في صناعة المطبخ عشان يكون في تشويق ليكم، ان انا الكلام ده بنعمله كل مره في صناعة المطبخ. كل ما نعمل رز بقول لكم بتعمل ازاي. اخد الرز بتاعي الجميل ده اللي انا سويته عندي اه، ابدا افرده كده طبقه خفيفه قوي كده اه عندي كده زي ما انتم شايفين كده. ببدا احط الكلام ده عندي فوق الوش طبقه خفيفه كده، وبعدين مخرجنا الجميل بيقول لي انا عايز بريك، عايز فاصل. ايه رايكم؟ هنطلع الفاصل بتاعنا ونرجع تاني نشوف الشيش طاووق ده هنعمل فيه ايه؟ وهنسقي ده ازاي؟ وهنقدمه مع الجارلك ازاي؟ الصوص بعد الفاصل الصغير الان كده. زي ما انتم شايفين كده عندنا ادي فتت الشاورما او فتت الشيش طاووق. الفرق ما بين فتت شاورما وشيش طاووق على فكره هتبقى تتبيله واحده في الاثنين تقريبا، بس الشاورما هاخد اللحمه دي وابدا اقطعها ناعم جدا جدا جدا، وعشان كده اديناه ايه؟
اديناها جارليك صوص. يعني انا كاني بالظبط 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 جايب لقمه عيش ماشي وحاطط فيها الشاورما بتاعتي، مديها جارليك صوص بس ضاف لها شويه رز صغيرين كده ولففها ومحمر العيش بعد كده. مش العيش بتاع الشاورما اللي هو العيش الصاج بناكله شويه مقرمش بيتحط على جريلا بيقرمش وبتحط فيه الشاورما وبتحط فيه الجارليك صوص وبتحط فيه خيار مخلل وكلام من ده. عملناها قبل كده اللي هو الاضافه الجديده هنا عشان نعملها، هنضيف لها شويه هنا رز عليها وهتبقى طعمها كتير جدا. طب هنعمل ايه بقى؟ خلاص احنا عملنا كده، عندنا العيش حمصناه وحطيناه تحت، حطيناه تحت عندنا في قلب البايركس بتاعنا، وحطينا الرز بتاعنا فوق وطبقه بسيطه جدا جدا. هبدا اخد عندي ادي الشوربه بتاعتي البيون بتاعي اللي هو بيغلي ده اللي هو نص لتر، وابدا اسقي عندي يا محمود، اسقي عندي هنا مش كتير يا محمود. ليه؟ عايز العيش يقرمش يا محمود معايا. محمود سلام عليكم. وطي التلفزيون شويه يا محمود. وعليكم السلام. مساء الخير يا شيف. اهلا بيك، وطي التلفزيون شويه من فضلك. اتفضل. منور الشاشه حضرتك. ربنا يخليك يا محمود يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. لو سمحت عايزين طريقه السحلب بعد اذنك. طريقه السحلب حاضر. عينيا حاضر. حاجه ثانيه؟ بشكرك يا حبيبي، اتفضل. ادي يا جماعه الشوربه اهي، واحنا قلنا ما بنحط الشوربه كتير. ليه؟ انا عايز بص يا جماعه حمايل كده، حمايل كده هلاقي بص الشوربه جايه فين؟ اهي جايه على اهي. بص اهي شايفين عامله ازاي؟ اهي امان الناحيه الثانيه كده. العيش بتاعي هيطلع ايه بقى؟ هيطلع مقرمش. لو انا زودت الشوربه لغايه لما توصل لغايه هنا هاكل العيش بتاعي معجن. هو ده الفرق بين ان انا اقدم حاجه صح وحاجه مش لها طعم. التكات الصغيره دي. بعد كده بجهز عندي ادي الجارليك صوص الدايت. احنا الجارليك صوص عاده بيتعمل من بياض بيض، احنا عملناه قبل كده، وميه وخل تمام وتوم، لكن احنا هنعمله دايت. احنا هنجيب عندنا علبه زبادي اهي، بنديها نص كوباية من المايونيز عندي اهو كده، وبنديها كمان عندنا شوية توم صغيرين، توم وادي ليمون. استاذ احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا يا احمد باشا، اهلا بيك. الشيف محمد العظيم، انا احمد بتاع اسكندرية. ايوه يا ابو حميد، ازيك؟ ازي حضرتك يا شيف محمد؟ انت اخبارك، انت فين يا ابني؟ والله العظيم وحشني جدا. انت فين؟ ما بتتصلش ليه من زمان في البرنامج؟ انت مالك؟ الو السلام عليكم. اشكرك يا احمد، يا ريت تتصل بينا تاني. احمد يا جماعه ده صديق البرنامج من زمان، وبقى له فتره توقف يعني، فان شاء الله اكون عسى ان يكون توقفه خير ان شاء الله. كده ادي قلبنا عندنا، ادي الجارليك صوص، جارليك صوص بس عملناه لايت. لايت يعني هادي، يعني فيه توم قليل، يعني في نفس الوقت كمان واخد معايا دايت ولايت الاثنين مع دايت، يعني فيه عندنا زيت قليل ماشي، ولايت اللي هو عندنا كمان الزبادي بيديله الطعم اللي هو اللافلي شويه ماشي. هنيجي بعد كده هنا هنعمل ايه؟ ركزوا معايا كويس قوي، شوف هنعمل ايه. هناخد الكلام ده كله بعد ما ناخد عندنا ادي الفراخ بتاعتنا اللي استوت، نبدا نقطعها كده اهو، نبدا نقطعها عندنا كده بالراحه كده، ندخلها الفرن شويه طبعا اهو، اقطعها شويه عندي كده بالشكل ده اهو كده بالشكل ده، واجيب عندي كمان، تعالى شغل الفرن البوتاجاز يا كريم، شغل البوتاجاز يا كريم شويه كده اهو، اجيب كده عندي اهو، اقطعها كده. طب ينفع شوف محمد كنت اقطعها من الاول كده واخدها؟ ينفع، بس كده كده الفراخ او اللحمه او اي حاجه لو حبيت اسويها بالشكل ده كده في الاول بتبقى شويه جوسي، وخصوصا لما تكون لحمه صغيره مثلا بتلو، او عندي فراخ، عندي فراخ اصلا اللي هي وراك بتبقى جوسي. ليه يا شيف محمد؟ علشان انا كده سويت كل حاجة، فعندي البخار الموجود في قطعة اللحم من جوه الأنسجة بيسويها. لما أخدها تاني عندي كده في الطاسة بتعمل إيه؟ كأني بعمل لها شاي. بصوا، سمعت الصوت؟ سمعتوه؟ أيوه هو كده، هو ده أنا عايزه بالظبط كده أهو. تاني. ياسمين السلام عليكم. ياسمين. أيوه. ياسمين السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ياسمين، إزيك؟ الله يسلمك. أخبارك إيه؟ اتفضلي. الله يسلمك. اتفضلي ياسمين معاك. الحمد لله. معاك ياسمين، سامعك، اتفضلي يا بابا. انا عايز اعرف طريقه الكحك. ماشي يا ياسمين، هقول لك عليه، هقول لك على الكحك حالا برضو، واقول على الخبيزه، واقول على السحلب ان شاء الله. عينينا زي ما انتم شايفين كده اهو، اهو ادي عندنا اهي. ما
بدأت عندي الشاورما كده زيادة أمان إنها تكون مستوية قوي كده أهو. شوف أنا هعمل دلوقتي هعمل عليها إيه. ركزوا معايا كويس جدا. أنا مركز في الطبقة دي ليه؟ مركز فيه ليه؟ لأن الطبقة دي مهمة أوي أوي إن هو يطلع معايا زي ما أنا عايز أهو زي ما أنتوا شايفين كده. هعمل إيه؟ بصوا يا جماعة، أول ما أحس عندي إن الشاورما بدأت عندي طعمها وتستهى والدنيا عندها والدنيا عندي تبقى عندي ليها تست وطعم كده وحسيت بشكلها وطعمها، هو جاي معلقه واحده من ده اهو عليها كده، معلقه واحده بس كده، اقلب الكلام ده كده واشيل من على النار كده وافضي هنا اه معلقه فقط ويا دوب اشيل من على النار وافضي هنا اه كده اهو بالشكل كده، واقوم جاي عندي واخد الباقي الزبادي عندي اهو كده بالشكل ده، يبقى عندي فتة شاورما ولا احلى ولا اجمل من كده بالشكل ده كده اهو اهو. يا رب تعجبكم وجربوها، ولو شوية بقدونس كمان مفرومين عليها تبقى زي الفل، نفرم عليها ان شاء الله ونقدمها لكم. شفتوا يا جماعه طبق سهل جدا 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 وفكر جديد وبشكل جديد، يا رب يعجبكم.